فقرة الأطفال وراح أسوي لهم دونت، ولا أقول لكم سونيك رينجز. أول شيء راح نجيب الحليب والخميرة ونخلطهم، هم بعد راح نحط الفانيلا ونكسر عليهم بيضة وزبدة واخلط يا معلم. والحين راح ننزل الطحين مع سكر مطحون وشوية ملح ونخلطهم كلهم مع بعض. الحين بماعون جديد راح ننزل الطحين مع السائل اللي سويناه ونبتدي نخلطهم مع بعض لما تصير معانا هذه العجينة. الحين راح ناخذ العجينة ونكفخها 10 دقائق. اخ ايدي علقت. والحين راح ناخذ ماعون ونحط عليه زيت ونبتدي ندهنه على اساس ننزل فيه العجينة ونخليها تتخمر لمدة 2 ساعة كاملة. وهذه هي بعد 2 ساعة كبرت معانا. والحين يا معلم نبتدي نفرد العجينة ونخليها بهذه السماكة اللي انتم شايفينها ونبتدي نقطعها بالقطاعة. وهم نخليها ترتاح 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة خلاص صارت معانا بهذا الشكل الجميل. نبتدي نحطها على المقلة ونخليهم يتحمرون، وعلى ما يتحمرون نحط السكر المطحون مع شوية حليب ونبتدي نسوي الجليز الحلو الجميل اللي راح يكون فوق الدونت ويعطي اللذة الجميلة. الحين ناخذ الدونت ونغمسه بالجليز ونخليهم لمدة 10 دقائق علشان يتماسك وكاهو تماسك معانا، ونبتدي نحطه بالصحن للتقديم. شوفوا معي، يا سلام. شوفوا شلون سماكتها، هذه السماكة اللي أنا أبيها من الدونت. يا سلام، طعمها يعطيك روح جديده.